صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، يلا بينا. يلا بينا. دلوقتي يا جماعة احنا طالعين نفطر، يلا بينا. جعانين؟ لا، بس يا جماعة احنا النهاردة رايحين نفطر عند طائر النورس، فقلنا ناكل حاجة بسيطة كده قبل ما نمشي، وبعدين بقى ايه، يعني نشرب مثلا كابتشينو، نشرب هوت شوكولات، ناكل كرواسون، اي حاجه لحد ما ايه. يلا تعالوا بقى ايه، يلا بينا كده، يلا بينا. لا بحبه ده. ايه ده؟ بانكيك كورن فليكس. جامد يا اسطوره. ايوه والله اسطوره، انت اللي بتحلل حاجه يا اسطوره. انا جبت واحده بقى كبيره، شفتها؟ احط لابتوب انت بس عامل كده. انا قلت لك مش هتاخد اللابتوب. قول والله. بتاعت ايه؟ بتاعت نايك؟ قول والله. وقعت تحت؟ انا جبت واحده من نايك صح؟ انا جبت البيضه صح؟ لزاز والله. طب والله العظيم احسن ما تبقى شاغل نفسك بالشنطه اللي على ظهرك. والدي احلى كتير. ايوه. فين ملبن؟ ملبن؟ انا عارفه. هنوده صباح الفل يا هنوده. هنوده كلمي ايه؟ سرحانه في ايه؟ انت مزعله ولا ايه اسطوره؟ لا. مزعل هنوده؟ مالك؟ تعالي انت مزعل هنوده يا اسطوره؟ مقدرش. يا هنوده. بنتي يا هنوده. تعالي مالك روح. مالك؟ انت في حاجه مزعلاها؟ لا. هنوده مالك؟ يا حبيبتي. مالك؟ قلبي سيبني، بتقول لك بقى سيبني يا عم انت. عافاك على الدوار. ماشي. انت بتضحكي ازاي؟ والله يا عسل، والله ما شاء الله. يلا اقعدوا، يلا كل. احنا دلوقتي يا جماعه جايين 7 ديز عند طارق النورس عشان ناكل طارق النورس. يا محمد جايبها اهي، القطط. غزل، بصي غزل مستنيه بقى طائر النورس عشان يجي ياكل منها. غزل خلي بالك. ها اخدها، اخدها والله. يلا يا امنا، يلا يا زوزو تاني، يا زوزو زوزو تاني عشان تصوريني. يلا غزل، يلا يا غزل، تعالى غزل. وقف هنا. يلا عشان يجيك. ها ها استنى. استنى، هو مش شايفينك ولا ايه يا غزل؟ ارفعي ايدك فوق شويه يا غزل. ايوه كده. تعالي ياخد انا بقى، تعالي ياخد انا. يلا يلا هو. بس كتير قوي يا جوال، ماما ارفعي ايدك اكتر وبصيلي. ما عندكيش هنا يا ماما انت، ما عندكيش انت عصبية كتير. ها هيجي ايوه. ما كانش عندك؟ لا لسه. يا ماما بس ليه بصي ليه؟ طب تعالي بصي يا جماعة، الأكل بتاعها أهو، ده الأكل بتاعها. هو بيحب الأبيض. يلا طب انا بقى، انا امنية كوا. ها بيحب قوي امي. اوعى كوا، اخدها بالشوكه.
ده بيقل. جاي جوا ما خدتهاش منك؟ يا امي غزل خدتها منك؟ يلا غزولها. يلا لولو ارفع ايدك الاثنين يا زوزو، ارفع ايدك الاثنين. يلا زوزو خليكي جاهزة، ما تخافيش خفيش، خليكي خليكي ثابتة. اعمل ايه طب انا بقى؟ يلا اوقفي في كورنر. طب استني هنا الكورنر ده. ارفعي زوزو، بصي كده خدتها ازاي. ارفعي زوزو ارجعي ورا شويه، طلعي ايدك بره. مش كده مش كده، ها يلا هتيجي هي قربت. قربت ها بقى. استني بقى اي اوفيس كورنر، اوفيس كورنر، اوفيس كورنر. اهي غزل جايه لك اهي، ارفع ايدك فوق شويه غزل، انت قصيره. خد امنية. اهي غزل اهي اهي، هتنزلك يا غزل هتنزلك. يلا غزولة يا غزولة، ما تصدقهاش يا بابا. يا جماعة يا جماعة بصوا 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 على ايدي وعلى ايدي. لا يا بنتي ده كان بيتف، مش تويلت ده كان بيتف بس. لا انا طلت على بقي والله ميه. ده عامل بتبيع عليها بجد؟ ده والله عامل بتبيع النور. لو عامل معايا كده هتضايقني، انا ممكن اعيط. لا بس ما شاء الله دي كبيره. عامل بتبيع بنفسه. بصوا يا جماعه خدوا خدوا ايه كارتون، خدوا ممكن يلعب سويتش تمشي في الفيلا كانت عايزه قوي. لا 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 حلو قوي. تفاح تحفه. ايه سخن هقول لك، خد عود سيزر والله يا حوده، خد عود سيزر والله. طعمه روعه يا حوده، طعمه روعه بجد. بصوا يا جماعه الفطار بينزل دلوقتي. شكرا فريده والله. عايزه دول ابيض. ما هجيب لك دلوقتي ده جبنه. طب بصي بقى انا عايزه لك على حاجه، بابا تعرفي ده ايه؟ عصير التفاح. عصير التفاح من السخن. سخن. هوت سيزر يا غزل. عصير غير سخن والله دي حقيقه. طب حلو قوي والله. يا بنتي عارفه الهوت سيزر؟ بس ده من غير قرفه. لذيذ قوي عاجبني قوي. اوه اوه زوزو بطاطس هي غزوله سبرينج رولز. بس ايه ده؟ يا رب يكون سادس. لا ده بالجبنه طبعا.
بس دقيه حلو. ما لسه عاوزه يا هندي حبيبتي اصبري. ايه دي جبنه قديمه دي ولا ايه؟ دي جبنه قديمه؟ لا في منها حلو وفي منها حلو، طعمها حلو قوي. مرطب؟ هم جددوا حاجات كتير على فكره لما كنا هنا والله. والله في حاجات زياده. طب شكشوكه، ده بيض بيض بيض. ده بيض هاتولك ولا هاتولك؟ طب استني هينزل تاني لسه لسه لسه. اصبري جاي اهو يا حبيبتي، انت ليكي وانا ليا، دي بتاعتك لوحدك. لا يا سيد دي انا اخدها، دي احلى. دي واحدة هو جنبك مقلب، سابك مقلب ولا يا غزل يا معفنة بتاعت هنا. الله يا غزل مبسوطة قوي يا غزل مبسوطة. هي هند لوحدها. طب ممكن تجيبي الشنطة دي بقى عشان ما تضيعهاش. يلا بينا. انتوا ترى عاجبكم؟ ترى عاجبك يا سوسو؟ صراحه انا كلها عشان طويله قوي. اه تجبرني بقى ايه كده، حبي حاجه غازل وادوب ليه. يلحق يا عوده، بقول لك البلا نونو. يا روحي يا روحي يا روحي. لا عسل قوي. قولي يا روحي كده، قولي يا روحي كده، يا روحي يا روحي انت والله. ليه يلا عيش. رغيف العيش بكام يا عم؟ رغيف العيش بكام يا عم؟ بكام العيش؟ عيش كتير اهو، عيش كتير اهو. انا ب 2000 جنيه. اديله عيش، اديله عيش. 2000 جنيه ايه؟ بقول لك الرغيف 2000 جنيه؟ ده حرام يا عم. ان شاء الله عامله من ذهب. في ايه يا عم؟ غالي يعني. غالي؟ وليه غالي يعني؟ اكله غالي ليه انا؟ كده ليه؟ ابيت واد نصاب بابي بيحاول. بابا باين ان هو نصاب اهو. ده ايه ده؟ رغيف العيش ب 1000 جنيه ليه يعني؟ يعني عاطفه في ايدينا ولا ايه؟ ده كليها، ده كليها عندتنا والله. الله تعبوا حلو بتقول. طب استنى صور. طب وانت بتديه البرتقال طعمه جميل. بقى هتجرب البرتقال اول مره. خد على بوق وادي اول مره البرتقال. بص ايه ما شاء الله اكبر بق في مصر. والله يسامي عامل زي الطائر. ايه الطائر الجديد؟ انت عيله نتنا والله. اجدد حلوه قوي. ايوه هتجرب البرتقال. يلا للطائر سفاري. ايه الصوره هنا؟ بصي جامده وانت قاعده. تعبوا كده؟ فاكر في القاعه زمان لما كنا متجوزين؟ يا عم خلاص يا جماعه.